متشكره قوي يا دكتور، معلش تعبتك معايا بس الحاله كانت تستدعى. قلت اجيبك بسرعه لحسن ما قدرتش اعمل معاه حاجه وحالته كانت خطيره قوي. المهم الراحه التامه، والدك عنده سكر وضغط ودي حاله خطيره جدا. ربنا يستر. متشكره قوي يا دكتور تعبتك معايا. روحي وصليه. انت رايحه فين بقى ان شاء الله بالشنطه اللي انت شايلاها دي؟ لما فوق ابوكي هنغور من هنا. هتغوروا تروحوا فين بقى ان شاء الله؟ بيتنا القديم قبل ما واحد فينا يروح تاني بسببك. فايا اخوك اللي وديتيه في داهيه والراجل الغلبان اللي راقد بسبب حصرته على ابنه. ومين قال لك ان عيد هيروح في داهيه؟ انا هوكل له اكبر محامي في البلد هخرجه من القضيه، وابويا ان شاء الله كلها يوم ولا اتنين ويقوم بالسلامه. اه يا اختي، اصل الناس هيصدقونا احنا وهيكدبوا بسلامته فارس بتاعك ده. لا يا حبيبتي، خلاص القضيه بقت واضحه، يا هو يا عيد. وساعتها الناس هتصدق مين؟ اخو الرقاصه ولا لعيب الكوره؟ عليه العوض ومنه العوض. انا خلاص استعوضت ربنا فيكي وفي اخوكي. قريتني يوم ما اتولدت كنت قعدت عليكي وبططتك وفطستك بدل ما انت جايبه لنا العار وضيعت ابني. انت ايه يا وليه انت؟ جنسك ايه؟ مخلوقه من ايه؟ ايه ما بتحسيش؟ ما بتشوفيش نفسك في المرايه؟ انا كل البلاوي اللي حطت على راسي دي انت السبب فيها. لا يا اختي السبب فيها، لا يا عينيا، قلت لك يا حبيبتي روحي ارقصي ولا قلت لك روحي اتجوزي لي واحد مدمن؟ لا يا اختي قلت لي روحي اجري ورا القرش. هو انا ليه بعمل كل ده؟ عشان اجيب لك القرش، عشان اسد بقك واسد جوعك واسد ذنبك. هو المرض اللي جاله ابويا ده السكر والضغط جاله من ايه؟ من جريك ورا القرش وطمعك. اه يا حبيبتي، وانا بقى اسم النبي حرص ابنك كنت هربيه منين؟ ابنك اللي انت رميتيه. انا على الاقل يا اختي ما رميتكمش، ربيتكم. الدور الباقي عليك انت، اللي رميت ابنك وما كنتيش تعرفي عنه اي حاجه. انا وانت ما نختلفش عن بعض، احنا الاثنين واحد. انت رميت بنتك وانا رميت ابني. اوعي بقى تعيشي الدور وتصدقي نفسك. انت اللي خلاكي تستحملي ابني وذنبني هو الكام ملطوشه اللي كنت برمهم لك كل اول شهر. ولا نسيتي لما كنت بتنتشي الفلوس من صدري؟ ده انت ناقص يا وليه كنت تشقيني نصين وطلعي الفلوس من بطني. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. مفيش قطر يدوسك يا اختي واخلص منك. اعوذ بالله منك، اعوذ بالله. وليه مهبوشه صحيح؟ ناقصه.